لم يكتفي الأمر عند هذا، يأتي زيد وعمر وبكر وفلان، لماذا لم تكتب؟ لماذا لم تقول؟ ها ماذا تقول؟ سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. كم مرة وجه العلماء وتكلموا في مسألة مثل هذه السؤالات نسأله لابد يكون له كلام؟ قلنا مرارا أن هذا المسؤول إن كان له بعد ظهور الخطأ وبيانه ووضوحه إلى آخره، إن كان لهذا الشخص انتصار للمبطل، انتصار لإيش؟ للمبطل. هنا يجب أن إن رجع إلى الحق هذا أن يتبرأ من ذلك وأن يبين البراءة، لأنها باقية على ماذا؟ على الانتصار. إن كان لا يحفظ له قول لا بكتابة ولا بلفظة ولا بمنقول ولا بمسموع ولا مقروء، ما يحفظ له لا انتصار ولا تأييد ولا غير ذلك، ساكت، سمع العلماء يتكلمون وسكت، رأى أن أهل العلم الذين تكلموا وكتبوا البينات والمؤلفات أنهم أصابوا وما عارض وما ناهض، فلماذا تسألوه؟ هنا البدعة، لما يقال الامتحان هنا بدعة، شاء من شاء وأبى من أبى. فهمت؟ ولا يجوز أن ينسب لساكت قول وحاله ما ذكر. من قال أنه لا بد؟ من قال أنه لا بد أن يكون لكل واحد كلام؟ من هذا الذي يوجب أنت جعلته فرض عين فأقمت ومقام الصلاة وهذه الأمور والأركان العظيمة التي لا يجوز الإنسان يتخلف عنها؟ هل الرد على المخطئ من أبواب الفروض الكفايات أم الأعيان؟ ها؟ حتى هذه المسألة نحتاج أن نرجع من الأول. يا إخوتاه ويا أبناءنا، اتقوا الله كما قلنا في هذه الدعوة، اتقوا الله، لا تشوه هذه الدعوة بمثل هذه التصرفات، لا يجوز والله. ميزان العلم هو الميزان الحكم الذي يجب أن يتحاكم إليه كل من يرغب في إصابة الحق.